نحن لا نهرب. نحن لا نهرب بعيدا، لكن حين يكون لدينا شيء ثمين نهرب، نهرب ونهرب بكل سرعتنا ولا نتوقف عن الجري لكي نستطيع أن نخرج من تحت الظل. والآن ارحلي، خذي الدراجة وأنا أمشي. هل من أفكار؟ لم أفكر في هذا. حسنا، والآن يا للهول، أليس خائفا؟ أظنه كذلك، أظنه خائف جدا، أريد مساعدته. وأنا أيضا. سأخبرك القصة. كل هؤلاء الناس الذين عاشوا بخوف منك ومن حكمك، هؤلاء الناس وأسلافهم كرسوا حياتهم من أجلك وضحوا بأنفسهم أيضا من أجلك، هل تسمعهم الآن؟ حسنا، إذن أتظن أنك رمز؟ لست كذلك، أنت لست سوى طفيلي تأكلك الغيرة والحسد وتتوق إلى حياة الآخرين، تتغذى بهم بالجميع، بالذاكرة والخسارة والولادة والموت والفرح والحزن أيضا. إذن تعال وخذ ذكريات، تعال وخذ ذكريات، ولكن أتمنى أن تكون شهيتك كبيرة، لأنني عشت حياة طويلة ورأيت عدة أشياء. لقد ابتعدت عن الحرب الأخيرة وشهدت على مرور أسياد الوقت، ورأيت ولادة الكون وشاهدت الوقت يمر حتى لم يبقى شيء، لحظة بلحظة حتى لم يبقى أي شيء، ما من وقت، ما من كون، أنا فقط. لقد سرت عبر الأكوان حيث قوانين الفيزياء قد انقسمت في عقل رجل مجنون مجنون. لقد رأيت الكون يتجمد والخلق يحترق، لقد رأيت أمورا لا يمكن أن تصدقها، وأضعت أموراً لن تفهمها البتة. أنا أعرف أشياء، أسراراً لا يمكن البوح بها، معرفة لا يجوز قولها، وأيضاً معرفة تجعل الجد الطفيلي ينفجر. فتعال إذن وخذها، خذها كلها يا عزيزي، خذها، خذها كلها.